بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مشاهدينا الأحبة، مشاهدي قناة الإمام الحسين عليه السلام الفضائية، يجدد لقائنا معكم وحلقة جديدة وأكيد مميزة من برنامج نوافذ الولاء. السلام عليكم يا أحمد. حياك الله أستاذ محمد، حياكم الله مشاهدينا الكرام، وبالتأكيد كالعادة نوافذ الولاء يطلع عليكم من جديد وبهذه الأجواء أو الجو الجميل. مو جميل؟ أكيد جميل بوجودك يا أحمد. الله يسلمك أستاذ، بس بالقوة والله بالقوة طبينا القناة من حرب الشارع. صحة والسلام للجميع إن شاء الله، ونسأل الله أنه كثف الدعاء من جميع المؤمنين بكل بقاع العالم من أجل شفاء جميع أخوتنا في العراق خصوصا وبالعالم عموما. حقيقة يعني يؤسفنا أنه يوميا نسمع أحد إخواننا أصدقائنا أحبائنا مصاب بهذا المرض، وهذا حقيقة يعز علينا لأنه كل أهلنا كل المسلمين كل العراقيين هم إخواننا وأهلنا، لكن في بعض الأحيان يعني شخص لربما يكون به خط الصد الأول ومسؤول على قضية صحية يصاب بهذا المرض، حقيقة تحدث انتكاسة للجانب الصحي، أو يعني الأشخاص اللي مواقعهم لربما تكون حساسة. اليوم يعني أحد الأحبة اللي يخدمون المجتمع بإخلاص، الأخ ليث العزاوي، كان مسؤول على المسحات في محافظة كربلاء، وأكيد يعني أقرانه من الكوادر الصحية الكثير تعرضوا إلى الإصابة بهذا المرض، فحقيقة يأسفنا إصابة هؤلاء الأبطال اللي دائما اعتادوا على حالة الإيثار وأنه ينذرون أنفسهم من أجل خدمة مجتمعهم، وأكيد يمكن ما تخلوا أو تخلفوا ولو ساعة واحدة عن مهمتهم الإنسانية الرسالية الموكلة لهم، وبالتالي للأسف وقعوا في شراك هذا المرض. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يشافي ويعافي كل مريض، خصوصا هؤلاء الأبطال الذين نذروا أنفسهم من أجل خدمة مجتمعهم. ونأكد أنه بدينا نوصل إلى سيف سعيد أو للطريق الآمن من هذا المرض، باعتبار أن نسبة الشفاء بدأت تزداد يوم بعد يوم، وأكيد هذا هو مجهودات أو هاي مجهودات الكوادر الصحية عفوا العراقية اللي راهنا عليها بكل المحن اللي مرينا بيها. يا رب إن شاء الله دائما وأبدا تسعدون بالدنيا وبالآخرة يا كوادرنا الصحية، وأيضا الكوادر الأمنية اللي ما قصروا بالفترة السابقة وبالمستقبل أكيد ما راح يقصرون، لكن خلي نأكد على أنه ضرورة الالتزام، باعتبار أنه مثل ما نوهوا الأطباء وسولفنا أكثر مرة عن الموضوع، أنه أنت تنصاب اليوم أو تنصاب باكر أفضل ما تنصاب اليوم، باعتبار أنه المرض بدأ يضعف. وواحد من الشباب أيضا اليوم يقول بدأت توصل اللقاحات اللي كان المفروض توصل يوم 1/9 بدأت توصل للعراق، فهذا أيضا بشارة أمل إن شاء الله. الناس أنا ما أعرف مدى الوثوق من هذه المعلومة، لكن أيضا هو من المختصين فالمفروض تكون المعلومة من عنده بالتمام. يا رب إن شاء الله الصحة والسلامة لكل المصابين، والله يحفظ كل اللي يشتغلون بهذه الأمور الصحية، والله يرحم كل الشهداء واللي توفوا بكورونا، باعتبار الأجهزة الصحية يعتبرون شهداء باعتبار أنهم يقدمون واجبهم الوطني. يعني حقيقة أحمد التمر ده يستوي هسه، أني صار عندي شرود ذهني. التمر ده يستوي زين، إحنا شعلينا يعني هذا الحر، ولا هو كل اللي يجي من رب العالمين هو خير ورحمة، لكن درجات حرارة ما شاء الله يعني دافية جدا، ونسأل من الله سبحانه وتعالى أن يهبط رحمته علينا خصوصا في هذا الصيف اللهب، وكل ما يأتي من الله فهو خير وبركة. أكيد يا أحمد يعني أنا أشارك الرأي أنه لازم أنه نخلي في حياتنا يعني ابتسامة أمل، وإن شاء الله تفرج عن قريب إن شاء الله. نحن يعني نأكد على هذا الموضوع، وأكيد أنه إحنا صبرنا وأكيد نجحنا بالاختبار. المشاهد اللي عشناها خلال الفترة الماضية واللي نعيشها الآن خصوصا من إخواننا العراقيين العرب المسلمين، نشوف أنه كيف تكاتفوا. الغالبية من عندهم فهموا الرسالة والغاية من الله سبحانه وتعالى وسبب انتشار هذا المرض بهذا الشكل، فالغالبية لربما فهموا واستوعبوا، ومتى ما يفهم الإنسان الغاية الإلهية فبكل تأكيد سوف يزال هذا الوباء ويزال هذا الابتلاء الذي جعله الله سبحانه وتعالى ابتلاء للإنسان السوي المؤمن، وبلاء على الشخص الذي يرتكب المعاصي دوما. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا هذه الغمة،
وبشارات الخير. يعني نشوف انه اكو عوده للحياه يا احمد من جديد، يعني صرحت خليه الازمه في العراق وحتى في البلدان المجاوره من تركيا، ايران، سوريا، لبنان، دول الخليج، دبي، الامارات يعني تحديدا، انه صرحوا على فتح المطارات، وفي العراق سوف تفتح المطارات وتستأنف حركه الطيران من يوم 23، يعني يمكن يوم الاربعاء يصادف او الخميس القادم. فبعدها يعني الجوازات او دوائر الجوازات راح تفتح في عموم المحافظات العراقيه، الحياه راح ترجع ان شاء الله الى سابق عهدها. لكن نظل ناكد ونعيد ونزيد دائما ونذكر نفسنا انه هذا الموضوع، يعني موضوع انفتاح الحياه بهذا الشكل، يحتاج من عندنا انه نظل مركزين ومحافظين على انفسنا، وكل واحد بينا وصل الى مرحله ثقف جيدا كيف يحافظ على نفسه ويهاجم هذا الوباء اللي هو ان شاء الله بدا يضمحل شيء فشيء. وايضا استاذ محمد، انفتاح الحياه من جديد مو معناته انتهى كورونا 100%، ما ينتهي كورونا الا ان كل الشعب العراقي ياخذ اللقاح اللي ان شاء الله وباذن الله وبسواعد الوطنيين، والوطنيين فعلا يتوفر، وان شاء الله هو كحد اقصى يتوفر يوم 1/9 ويبدي يتوزع بطريقه جرعات، ان شاء الله يتوزع بطريقه عادله وامنه لكل المواطنين العراقيين والافراد. مهم موضوع المواطنين والافراد، بس هذا يمكن الموضوع هو خاص بالقانونيين، لكن الافراد هم حتى المو عراقيين اللي يعيشون على ارض العراق باعتبار هذا فرد يتعايش من ضمن هذا الوطن، فممكن يسبب لنا مشكله او مشكلتين. وايضا التوزيع العادل، وانا متاكد من وزاره الصحه كل هذه الخدمات اللي قدمتها، الخدمات الطبيه راح تكون عادله وتكون قدها ان شاء الله بلقاح جميع العراقيين. احسنت يا احمد، اذا نكتفي بهذا القدر ونستأنف عرض او استعراض فقراتنا في برنامج نوافذ الولاء. مشاهدينا، اولى الفقرات معانا هي فقره نبراس القلوب، اليوم الحكمه والحديث مروي عن مولانا الامام علي بن ابي طالب عليه السلام في صفات المؤمن. ومن بعدها ننتقل الى فقره في حضره الوجدان، واليوم ويانا الشاعر محمد بن احمد النحوي البصري وهو احد شعراء القضيه الحسين. الفقره الاخيره راح تكون معانا هي فقره المسابقات، هذه الفقره التفاعليه واللي من خلالها راح نستعرض على حضراتكم ارقام الهواتف ونتواصل مع حضراتكم بشكل مباشر. خلونا ننتقل سويا الى نبراس القلوب وخليكم ويانا. مشاهدينا، رجعنا وياكم بعد أن تابعنا هذا الحديث المروي عن مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في صفات المؤمن. يعني ذكر الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام أولى الصفات للمؤمن بما معنى كلامه البليغ صلوات الله وسلامه عليه، أن يكون هش و يعني وجهه مبتسم دائما، مستبشر بالخير دائما، متفائل بالخير دائما، غير متشائم. حقيقة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام من خلال كلامه هذا ومن خلال هذه الصفات إنه طيب العريكة، مبتشر، مبتسم، لين، هش ونبش بما معنى هذه الكلمات التي رواها مولانا أمير المؤمنين، هذه كلها تصب في بوتقة تفعيل الجوانب النفسية عند الإنسان. يعني أثبت الخبراء في مجال التنمية البشرية وعلم النفس الحديث أنه طبعا هذا من خلال بحوث ودراسات ومعامل مختبرية نفسية وغيرها، توصلوا إلى ما قاله الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام قبل 1400 عام تقريبا، أنه السلوكيات اللي ممكن أنه ينتهجها الإنسان هي قرار نابعة من ذاته، قرار نابعة من داخله. فيوصي الإمام علي بن أبي طالب بأن
يكون الإنسان مبتسم متفائل غير متشائم في وجهه البشر، حتى كل يوم اللي يعيشه يكون يوم مليء بالخير وبالمسرات، وراح يكون بالتالي ينعكس على حالته النفسية، ومن خلال التحليل النفسي العلمي هذه الحالة بصورة عامة راح تنعكس على تقوية جهاز المناعة، تحفز هرمون السعادة، ما يؤول الإنسان إلى كيفية التعاطي مع الحياة بحالة من النشاط وحالة من الحيوية وحالة من الإقدام على إنجاز كل المهام الحياتية. إذن مسألة البشاشة ومسألة الابتسامة لها آثار كبيرة على استقرار نفسية الإنسان، واللي بالتالي راح تنعكس على مجمل مفاصل حياته. والانطباع اللي يترك الشخص المبتسم أستاذ محمد انطباعات نفسية عدة، من ضمنها الثقة أو الالتزام والاستقرار النفسي الاقتصادي الاجتماعي، قبل كل هذا أنه هو بالتأكيد أدى استقرار عقائدي وديني. لذلك واحد من أهم علماء الاجتماع بالعالم هو يعني ما يحضرني اسمه، يقول المبتسم هو شجاع من نوع آخر. فقال له شلون هذا شجاع بعد سنوات من أنه كتب هذه الجملة؟ قال المبتسم شجاع باعتبار أنه هو يبتسم لحياة نوعا ما هي ما تجي مثل ما أنت تريد، يعني مو أنت اللي تخطط له راح يصير أو أنت اللي ببالك راح يصير. بالتالي هواي من الناس ممكن هم في أماكن يستحقون أماكن أفضل من عندها، لكن هم مبتسمين وهذه شجاعة حقيقية، وبالتالي هي صفة من صفات المؤمن الشجاع، والمؤمن الشجاع خير ألف خير من المؤمن الغير شجاع. لذلك خلي دائما نبدي بالبشاشة اللي متعودين عليها، وسيد مسلم ما أدري شو يريد من عندنا، موتنا تموت هسه ما أدري أسولف على بشاشة الوجه، أسولف ويا سيد مسلم الله يحفظه. أي سيد مسلم يقول حران من الطريق، باعتبار إنه اليوم جيت ويا أو تاكسي داخل المدينة القديمة فمبتسم جدا رغم إنه حار حقيقة، يا ريت تناقشه بس بسرعة وصلنا لأن القناة قريبة على المكان اللي صعدت فيه. لما صعدت وياه أنا أوتوماتيكيا من الحر أخو معبسين مغندبين، لأن الجو ما ممكن يعطينا هذه المساحة الواسعة إنه نبتسم له. لكن هذا الشاب كان سعيد إنه هو اشتغل أو هو دا يتحرك بسهولة باعتبار إنه أكيد هو كان قاعد من ضمن الحضرة الجوال. لذلك كشيا بسيطة ممكن نبتسم لها تساعدنا انه تصير حياتنا اسهل واسهل، وامور نهتم لها وممكن نعكف واجبنا على مودها هي ما تسوى، بالتالي تسوى مشاكل صحيه مستقبليه. احسنت يا احمد، يعني الشق الاول من هذا الحديث بشره في وجهه وحزنه في قلبه. هنا امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه اراد ان يوجه رساله الى ابن ادم انه كيف يكون وقور حتى في حزنه، لا يشكي همه وبثه إلا إلى الله سبحانه وتعالى وإلى المؤمنين. إذا حزن حزن بقلبه، لا يغالي بذلك الحزن حتى بالتالي يكون له ارتباط وثيق بحالة البشر في الوجه. أنا أرويكم فت حادثة حقيقة أنا شاهدتها في إحدى العيادات الخاصة. في يوم من الأيام كنت مع أحد إخواننا راجع إلى طبيب، فهذا الطبيب كان في العيادة مالته مكتظة بالمراجعين. فلما دخلت كانت القاعة مليانة بالناس، وكان الغالب على هذا التواجد من الناس يا أحمد هو حالة الصمت، كلهم ساكتين بحيث ما حد يحكي ويا الثاني وكأنه غرباء، بينما هم يعني أغلب اللي كانوا موجودين أنا استقريتهم، يعني هم يا إما عوائل يا إما أصدقاء مع بعضهم يا إما إخوان. ف الحالة الثانية اللي لاحظتها حالة العبوسية الزائدة عن حدها، الكل ضايجين، الكل متوترين، الكل يعني حسيت انه جو العيادة جو متكهرب. فاني بيني وبين نفسي اول ما دخلت قلت يا ستار شنو اللي صاير، يعني صاير فت حادثة قبيل دخولنا مثلا؟ فتوجهت الى الشخص اللي يسجل ارقام الدخول للطبيب، فاكتشفت انه هذا الشخص ما أعرف هي كانت الظاهر بيه في حالة نفسية، حالة عبوسية مفرطة عنده، ويحكي بحالة تعالي وكبرياء وضايج بشكل يعني هسه صورة يعالجنا.
ما اعرف. المهم ف حكيت وياه، تكلم وياي بعد ما رد السلام على مضض طبعا، والنظارات مخليها في طرف خشمه بالضبط، ويكتب ما رفع راسه. فلما تحدثت معه جذبت انتباهه، تحدث وياي بس ايضا بحاله عبوسيه مفرطه، وكانه ما اعرف يعني كان متوتر، يكرهك بالدنيا اي كان متوتر. ف انطيته المبلغ حتى ينطينا رقم. فاني حقيقه ردت انه اغير جو، ردت ابحث عن السبب الرئيسي في عبوسيه هاي الناس كلها. فانطيته المبلغ ما جاوبني، يعني انطاني بس رقم وما عرفت يعني هسه الرقم بعد ايش قد قدامي، هذا الرقم شنو. فابتسمت بوجهه قلت له اني الان ارتاحت، بس بصوت عالي. قال عن شنو ارتاحت؟ قلت له ارتاحت لانه عرفت السبب الرئيسي بتحطيم الحاله النفسيه لكل الموجودين الان. قال شنو السبب الرئيسي؟ قلت له هو حضرتك، هذا التعامل الجاف وهذا التعامل اللي يبعث بنفس المريض او المراجع حاله اضافيه لحالته النفسيه المتحطمه، لربما تكون حالته النفسيه غير مستقره. فلما ياتي الى العياده يبحث عن الفرج في 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 حالته، واذا يصطدم بالباب الاول او المرحله الاولى بهكذا تعامل من جنابك. فقلت له يا اخي ابتسم، المريض هو متعب نفسيا، فانت بوابه هذه العياده، وانت تعكس اخلاق الطبيب اللي تعمل وياه، تعكس اخلاق المهنه بشكل عام اللي انت تعمل بيها. هو جامخانه الطبيب. احسنت، هو المراه العاكسه. فاني حقيقه لما شفت حاله العبوسيه اللي عنده، انا ما بيشي كنت مرافق احد الاخوه المرضى يعني، ف بس انا ضجت نفسيتي تعبت. فقلت له الله يساعد الموجودين، انت شلون تعاملت وياهم بهالطريقه؟ الله يساعد اهله. والله يساعد اهله اكيد. اي والله. فحاولت بطريقة أو بأخرى أنه أدخل الطرفة والنكتة إلى أن ابتسم. يشهد الله بمجرد ما ابتسم شفت العيادة أو جالسين بالعيادة كلهم ابتسموا وتغير الجو بشكل عام. إذن نستنتج من هذه الحادثة وغيرها طبعا العشرات يعني في مسرح الحياة اليوم اللي إحنا عايشين، الإنسان عندما يستيقظ من النوم هو بيده، يا اما يكون يومه يعني متعب فخلي يكون اول استيقاظه بحاله من العبوسيه وحاله من الكآبه، او يريد يكون يومه مليء بالتفاؤل والحيويه والامل والابتسامه، فخلي يقرر اول ما ينهض من فراشه يكون مبتسم يا احمد، وما يتغدى سمك حتى ما ينام. اكيد. ايضا من التوصيات احنا يمكن تكلمنا عن الابتسامه هواي باعتبار موضوع مهم، انه الابتسامه خصوصا بهذه الفتره مهمه جدا، هي في كل الفترات لكن احنا في فتره توتر عام، انا يمكن اخذت لواحد من اخواننا الشعب المصري. حتى تكون مبتسم دائما اختار مناطق صح تقعد بيها، القعده المو مريحه ممكن تسبب لك مشكله، بس انا احكي على المكان الصح مكان العمل، يعني الزملاء. هسه تقول مثلا باب رزقي وما اقدر ابطل، هسه مو مشكله تبطل، لكن انتقي واحد من الزملاء يكون صديق لك مقرب. خارج العمل انتقي لك شخص ايضا ممكن يكون مقرب. يمكن انا دائما اقول انا جدا محسود على اصدقائي، واللهم لا حسد من دق الخشب، هذا خشب الله يحفظك لهم ويحفظهم لك. الله يسلمك. بالتالي يعني كميه الابتسامه اللي احظى بها بحياتي كعائلة وكأصدقاء وعمل كمية كبيرة جدا، لذلك حتى إذا أنا في اليوم جيت متعب أو مرهق، لما أكون بمكان من الأماكن اللي أنا محبذها ومحبذ أنه أكون بيها، أوتوماتيكيا أنا راح أكون مبتسم باعتبار الجو العام يسهل أو يساعد على الابتسامة. والابتسامة مثل ما قلنا هي شجاعة، وشجاعة مفرطة خصوصا في هذه الأزمات والمحن. أحسنت يا أحمد، حقيقة الموضوع في صفات المؤمن موضوع كبير جدا، وممكن أنه نتبحر به أكثر، لكن هذا ما يسمح به الوقت المخصص لهذه الفقرة. إذا مشاهدينا خلينا ننتقل إلى أجواء الحرمين الشريفين في كربلاء المقدسة، فإلى هناك. نسأل من الله سبحانه وتعالى مشاهدينا ونحن
نعيش إن شاء الله قبل الأيام خلال شهر محرم وصفر خالي من وباء كورونا، ونتمكن من زيارة العتبات المقدسة، ونبتهل إلى الله سبحانه وتعالى تحت هذه القبب الذهبية، تحت هذه القبب السماوية، بقضاء الحوائج وشفاء المرضى جميعا بإذن الله سبحانه وتعالى. أعزائي المشاهدين الكرام، ننتقل إلى فقرة في حضرة الوجدان والشاعر محمد بن أحمد النحوي البصري، خليكم يعني. الشاعر محمد بن أحمد النحوي البصري المفجع. ولد الشاعر محمد بن أحمد النحوي البصري في مدينة البصرة، وهو من رجالات العلم والحديث، وكان واسطة العقد بين أئمة اللغة والأدب، وقد مدحوه بحسن العقيدة وسلامة المذهب وسداد الرأي، وكان كل جنوحه إلى أئمة أهل البيت عليهم السلام، وقد أكثر من شعره من الثناء عليهم والتفجع لمن تابهم من المصائب والفوادح عليهم السلام، فلم يزل على ذلك حتى لقبه مناوئوه المتنابزون بالألقاب بالمفجع. من أشهر مؤلفاته المنقذ في الإيمان، والترجمان في معاني الشعر، وأشعار الجواري، وسعادة العرب. توفي الشاعر المفجع رحمه الله عام 329 للهجرة بمدينة البصرة في العراق، قال في حب الإمام علي عليه السلام: أيها اللائمي لحبي عليا، قم ذميما إلى الجحيم خزيا، أبي خير الأنام عرضت لازلت مذودا عن الهدى مزويا، أشبه الأنبياء كهلا وزولا وفطيما وراضعا وغذيا، وعلي لما دعاه أخوه سبق الحاضرين والبدوية، وله من أبيه ذي الأيدي إسماعيل شبه ما كان عني خفيا، إنه عاون الخليل على الكعبة إذ شاد ركنها المبنية، ولقد عاون الوصي حبيب الله إذ يغسلان منها الصفية، رام حمل النبي كي يقلع الأصنام عن سطحها المثول الجثية، حناه ثقل النبوة حتى كاد ينادي تحته مثنية، فارتقى منكب النبي علي صنوه ما أجل ذاك رقيا. مشاهدينا، هذه القصائد وهذه المشاعر الصادقة بحب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين تنهدر كالشلال الهادر بمعانيها، يعني كل ما تحتويه من قيم ومعاني بحب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وبحب مولانا الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، رحم الله الشعراء الذين كتبوا بحقي هذه العترة الطاهرة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذن مشاهدينا الكرام، ننتقل إلى الفقرة الأخيرة، الفقرة التفاعلية اللي احنا وايد نحبها، نسمع أصواتكم من خلالها، فقرة المسابقات، خليكم ويانا يعني. حياكم الله مشاهدينا، رجعنا وياكم الفقرة الأخيرة من برنامج نوافذ الولاء، هي فقرة المسابقات، وأكيد من خلال هذه الفقرة راح نتواصل ويا حضراتكم عن طريق الأرقام الخاصة بالمسابقة، وحن نسمع الأخوة بالكنترول يعني قبل عرض الهواتف يستقبلون الاتصالات. اللهم ربي يحفظ كل مشاهدينا، ونشكرهم على هذا التواصل والمتابعة الحثيثة لبرنامج نوافذ الولاء. مسابقتنا تحتوي على 4 أبواب في سياق المتابعة في كل حلقة: باب القرآن الكريم وقصص الأنبياء، سيرة أهل البيت عليهم السلام، وسيرة الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله. ونستقبل أول اتصال يا أحمد. أول اتصال، ألو، السلام عليكم. أحمد من البصرة، أبو شهاب. عليكم السلام، هلا أبو شهاب، شلونك حبيبي؟ يا هلا أمية، هلا بيك، شلونك؟ الحمد لله. شكد عمرك أحمد؟ خمسين. لا شكد عمرك، مو شلونك؟ ان شاء الله دائما 11 سنة ما شاء الله. يلا، عندك مشاركه لو نسيلك احمد؟ مشاركه. يلا نسمع قصيدك. قصيدي. يلا نسمع. يلا: يا حسين
يا حسين يا حسين اسمك أحسن اسمي بالنصف الدليل جيت من خوف الليالي جاي بسدك داخل جيت من ظلمة مكاني المكان اللي في نورك المن بالدنيا عايز يا حسين المعين نورك يا حسين يا حسين ما شاء الله. طيب الله أنفاسك يا أحمد بالتوفيق إن شاء الله وجعلك الله من خدام الإمام الحسين المخلصين إن شاء الله. أحسنت يا أحمد ونشرف بمشاركتك. نعم اختار واحد من الأبواب الأربعة يا أحمد. قصص الأنبياء. قصص الأنبياء. السؤال يقول بماذا كان يلقب نبي الله إبراهيم عليه السلام؟ دائما نقول إبراهيم خليل الله. أحسنت إبراهيم الخليل. أحسنت يا أحمد وإجابة موفقة ودخلت ويانا للقرعة ونشكر مشاركتك الجميلة يا أحمد. نعم. شكرا أبو شهاب شكرا لأهل البصرة. اتصال آخر ألو. نعم مشاهدينا الأحبة بإمكانكم التواصل معنا عن طريق الاتصال بأرقام الهواتف الظاهرة أسفل الشاشة وياريت كل واحد يتصل بينا يا إما يبتعد عن التلفزيون أو يوطي صوت التلفزيون أو يطفيه يسمعنا. لا شلون يطفي؟ عندنا مسابقة أحمد شلون راح يشوف الاختيارات؟ لو احنا نقول له ما يخالف لكن ما لا تطفوا يعني لا تسمعون دائما كلام أحمد ما عليكم حكي صغار. اتصال آخر ألو. نعم نعم ألو منو من كربلاء؟ بنت الهدى, بنت الهدى من كربلاء. يلا يا بنت الهدى سلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله بنت الهدى شلونك؟ زين الحمد لله. بنت الهدى متابعة حديثة ومواظبة على متابعة برنامج نوافذ الولاء. بنت الهدى. نعم. نعم الله عليك. اختاري واحد من الأبواب الأربعة. قصص الأنبياء. قصص الأنبياء. يمكن البارحة ما اتصلتي بينا بس انطيناك شوية سؤال صعب. السؤال الخاص بقصص الأنبياء يقول النبي الله إبراهيم عنده زوجتين صح؟ عنده زوجتين نبي الله إبراهيم. شنو اسم الزوجة الأولى؟ ما سعيد السؤال؟ شنو اسم زوجة نبي الله إبراهيم الأولى؟ بنت الهدى. بنت الهدى نص صوت التلفزيون لأنه الصوت ده يرجع علينا كلش ده يأذينا. وطي صوت التلفزيون. يلا أحسنتي هسه تسمعيني واضح. ابتعدي من التلفزيون حتى نقدر نتفاعل وياك. راحت يلا مشاهدينا دائما نأكد على هذه القضية أنه وطي صوت التلفزيون حتى تسمعونا من الهاتف حتى تتفادون انقطاع الخط. ويانا فاطمة يا أحمد. فاطمة من كربلاء حياك الله يا فاطمة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شلونك فاطمة؟ وياك عم حياك الله. احنا زينين إن شاء الله إذا أنت زينة. فاطمة أنت بيا صف؟ يا الله إن شاء الله توصلين وتتخرجين وتصيرين دكتورة و وياك عم محمد. اهلا عزيزتي فاطمة شلونك؟ او اختصاص فاطمة. فاطمة عندك مشاركة؟ لا. يلا اختار واحد من الأبواب الأربعة. القرآن الكريم. القرآن الكريم. القرآن الكريم. خلنا نشوف لك سؤال سهل. ما معنى سعرت في قول الله سبحانه وتعالى وإذا الجحيم سعرت؟ شنو معنى كلمة سعرت؟ يلا يا فاطمة. فاطمة تسمعيني؟ نعم. سمعت السؤال زين؟ لو أعيده. نعم لا سمعناه. أي شنو تعني كلمة سعرت؟ تقريبا أوقدت وأضرمت يعني جاوبتي جواب مقارب. أحسنت يا فاطمة وبالتوفيق إن شاء الله وتحياتنا للي يمك اللي ساعدوك يمكن بالإجابة. دخلتي ويانا للقرعة. منتهى من واسط حياك الله يا منتهى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله.
عليكم السلام. شلونك عمو محمد؟ شلونك عمو احمد؟ احنا زينين الحمد لله. حياك الله يا منتهى. عندي مشاركه اليوم. يلا نسمع. أجيلكم. الله يسلمك. شكرا لك مقدما يا منتهى. مشكورين منك يا قناه حسين. واهل الكوت ممنونين منكم. من كادركم الطيبين. الله شنو نكتب بحقكم واحنا المقصرين. ما شاء الله. عمامها. آه. وبتشملكم نظرة مهدينا تشمركم. ان شاء الله. ما شاء الله. يا الله. شكرا لك يا منتهى. يا الله. يعني تحية من كل الفريق. يمكن ما سمعتي لكن احنا نسمع الهوسة مال جول كنترول. نشكرك ونشكر هذه المشاعر الصادقة، واحنا ايضا نبادلكم هذه المحبة يا منتهى. تحياتنا لك والكل اهلنا بالكوت ومحافظاتنا الحبيبة. شكرا لك منتهى. يا منتهى يلا ندخلها بدون سؤال. منتهى تستاهل. واسطة واسطة. نعم. يلا ام امير. حياك الله يا ام امير. السلام عليكم. عليكم السلام. مية هلا بيك يا اختنا. الله يحفظكم. الله يحفظك. الله يسلمكم يا ام امير ويحفظكم ان شاء الله. يلا ام امير تختارين واحد من الابواب الاربعه. نعم قصص الانبياء. قصص الانبياء. السلام. يلا نسالك السؤال اللي ما جاوبت عليه بنت الهدى. شنو اسم زوجة نبي الله ابراهيم الاولى؟ سارة. احسنتي. سارة هي زوجة نبي الله إبراهيم. والثانية بعد الثانية؟ هاجر. أحسنتي أحسنتي يا أم أمير، إجابة موفقة ودخلتي ويانا للقرعة. بارك الله بيك. شكرا لسالك أم أمير. حياك الله. شكرا جزيلا في مالا. حياك الله. بنت الهدى عودت ويانا. بنت الهدى حياك الله. نعم بنت الهدى. ما تسمعنا. ألو. راح الاتصال من جديد للاسف انقطع الاتصال. نعم خلي نركز على موضوع الابتعاد عن التلفزيون اخواننا واخواتنا، لان بالتالي حتى اللي يحكوا وياكم قبل لا تدخلون علينا ما راح يفتهم منكم شيء، فلذلك نضطر ان نقطع الاتصال وهذا الموضوع يعز علينا تماما. اكيد. نعم. الو. نعم نعم. من هو؟ محمد باقر ويانا. محمد باقر. وعليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام. كلم محمد من البصرة. معك أبو محمد. أهلا عزيزي حياك الله. من ويانا؟ معك أبو محمد. حياك الله حبيبي الله يحفظك إن شاء الله. من ويانا؟ محمد باقر صوتك. محمد باقر. من وين؟ من كربلاء. من كربلاء حياك الله. يلا سلم على عمو أحمد. شو عمرك محمد؟ الحمد لله. الحمد لله. ايش قد عمرك؟ ثلاثة. ثلاثة ان شاء الله العمر. يلا سعادة. اخذ الميديم يا سجاد ويا احمد خليه يسولف ويا محمد باقر. محمد شلونك؟ الحمد لله. انا بنتي شوية اصغر من عندك، يعني هم هيك تشلع قلبي يلا اسالها سؤال. بس خلي اسالك سؤال، انت عندك مشاركة لو اسالك؟ شكرا لك. الله يوفقك ان شاء الله، وان شاء الله تدوم بهذه التربيه انت. وشكرا. انت شنو؟ يلا راح الاتصال. يلا شكرا يا محمد باقر ودخلت ويانا للقرعه. الله يحفظكم ان شاء الله ويديمكم ويحفظ كل اطفالنا واحبتنا واهلنا ان شاء الله. نعم اتصال ثاني. نعم الاتصال بالتحضير حياكم الله. اذا مشاهدينا بامكانكم التواصل معنا عن طريق الاتصال بارقام الهواتف الظاهره اسفل الشاشه، واكيد راح نكون سعداء بسماع اصواتكم. ويانا زينب. نعم زينب من البصره. السلام عليكم يا اخو زينب. وعليكم السلام. حياك الله يا زينب. حياك الله يا زينب. تسمعين؟ يلا نسمع يا زينب. زينب من البصره. نعم نعم. اللهم 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 اللهم
صلواتك علي وعلى آبائي في هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا لمصر ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا لتمتعوا فيها طويلة برمتك يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين، أحسنتي يا زينب، بارك يا الله فيك على هذا الدعاء وهذه الثقافة المهدوية. يلا يا زينب ادخلي للمسابقة واختاري واحد من الأبواب الأربعة. خندخلها لا خلي يلا إذا هي عندها رغبة خلي ندخلها. قصص الأنبياء يلا. نعم قصص الأنبياء. السؤال يقول ما هي صلة القربة بين إبراهيم وزوجته سارة؟ شنو صفة القربة؟ شو تصير له؟ شو تصير من عنده زوجته سارة؟ شو تعود له؟ أعطيني خيارات. هي قرايبة، هي من قرايبة يعني قبل تكون زوجته هي من أقاربه. شو تصير من يعني من أرحامه أو من أقاربه؟ بيت خالة لو بيت عمه؟ يلا بيت خالة. أحسنتي، بنت خالة إبراهيم. بنت خالة إبراهيم هي سارة سلام الله عليها. ودخلت ويانا للقرعة يا زينب. شكرا لك يا زينب. اتصال آخر. ألو نعم. يعني شبابنا يحضرون باعتبار أنه أكو أكثر من اتصال انقطع يعني هاي الدقائق باتصال زينب باعتبار يتصلون وصوت التلفاز عالي جدا. نرجع نأكد أنه وطوا صوت التلفزيون حتى أو تنتقلون لغير غرفة ممكن. ما عليكم باللي قلكم طفوا، ما عليكم باللي قلكم طفوا. اتصال آخر. ألو نعم. عباس من كربلاء. أبو خضير اليوم متأخر. عباس شونك؟ تسر الحمد. حياك الله يا عباس، مية هلا بيك. والبارحة حقيقة القصيدة كلش كانت حلوة. يعني والله قليلة حقكم. الله يسلمك. نشكر مشاعرك ومتابعتك الدائمة للبرنامج يا عباس، وهذا أكيد إن دل على شيء فإنه يدل على تنشئتك السليمة والصالحة أنه تفضل متابعة هكذا برامج من قناة الإمام الحسين ومتابعة البرامج والمواد التلفزيونية من الإعلام الحسيني تحديدا. بارك الله بك يا عباس، وهي دعوة إلى كل أبنائنا كل شبابنا يتابعون الإعلام الحسيني بمواد الهادفة والجادة. بارك الله بك يا عباس. الله يخليك عباس. حافظ اليوم مشاركة؟ نعم يلا. حينما وقع بفضل عباس سلام الله عليه أجت السيدة زينب سلام قالت له مو مهموم فوق القلب منتل وعليك الدمع دم يسيل منتل منتل قوم ارجع لنا يا عباس منتل جبتنا وياك لارض الغابرية. الله عليك عباس. شكرا لك ابو خضير. ما شاء الله. طيب الله انفاسك يا عباس وبارك الله بك. يلا عباس ادخل للمسابقة. قصص الانبياء اليوم كلها على قصص الانبياء. كل استفتاء قصص الانبياء. ليش ما كريم ولا يعني لا لا مش ليش ما تسال بالسيره الرسول او سيره اهل البيت؟ لا لا مش استفتاءهم زين. يلا عباس. نعم. السؤال يقول هلا اعطيك سؤال سهل اخر. ما هي صلة القربة بين سارة زوجة إبراهيم عليه السلام ونبي الله لوط؟ زوجة نبي الله إبراهيم شو تصير من نبي الله لوط؟ ابنة عمه. بعد يعني هو هي كانت يعني بسؤالنا السابق تصير بنت خالة إبراهيم عليه السلام. أكو فترة زمنية. بنت خالة إبراهيم عليه السلام شو تصير من نبي الله لوط؟ شنو صفة القربة اللي بينها وبين نبي الله لوط؟ لوط 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 عليه السلام نبي الله لوط. يوسف. مو يوسف. نعم. شو تصير من نبي الله لوط عليه السلام؟ ها يا عباس. ما خيارات. تصير بتعمه لو تصير أخته. يلا عباس. ابنة عمه.
مو انت جاوبتني وقلت لك لا، يعني اعطيتك الخيار الثاني اللي هي اخته ساره عليها السلام زوجة نبي الله ابراهيم، تصير اخت لوط عليه السلام. احسنت وشكرا لمشاركتك، حياك الله. شكرا لمشاركتك يا عباس، بارك الله. لا حق ناخذ اتصال لو نسوي قراءة سجاد. نعم اذا نكتفي بهذا القدر في استقبالنا للاتصالات، ونعتذر مشاهدينا عن استقبال بقيه الاتصالات لضيق الوقت. نشر القرعه يا احمد، بس خلي امدح سجاد شوي، يستاهل نطي حقه شوي، يستاهل سجاد الباوي. كل شبابنا ما فيهم سجاد، يعني التعب اللي يتعبوه قبل لا تبدي الحلقه مشكورين عليه، والتعب بعد الحلقه الله يوفقكم ان شاء الله، وان شاء الله هذا تعبكم ما يروح حرامات، باعتبار انه انتم المحرك الاساسي والرئيسي للقناه ولكل قناه الناس الفنيين. أكيد. هذا شغلهم. ونأكد على نتحمد السلامه زميلنا واخونا المخرج، مخرج البرنامج الاخ الاستاذ حسين اللامي، ما زال بوعكه صحيه، نسأل من الله سبحانه وتعالى انه يشافيه ويعافيه ويشافي ويعافي كل مريض. وان كان اخونا وحبيبنا وزميلنا الاستاذ علي الاسدي اللي سد مكانه ما مقصر، وهو حقيقة فارس المكسر بالإضافة إلى يعني خبرات الأخ سجاد الباوي، لكن نتمنى عودة أخونا حسين اللامي بفارغ الصبر، وندعو له بالصحة والسلامة يا أحمد، حتى ما يزعلون البقية. أكيد. سيد مسلم، حياهم الله، حياهم الله. علي الخالدي، الله يحفظهم. مرتضى القرعاوي، علي القرعاوي، علي البغدادي، ابو ابراهيم وجدي، الله يحفظك. بعد من عندنا ذكروني ذاك اسم، علي عصام، كل الاخوه، مصطفى الحسيني البارحه انقذنا، الله يحفظك. كل شبابنا الله يوفقكم، وان شاء الله تعبكم ما رايح حرامات. خلينا نسوي قرعه، واذا نسينا اسم على الحلقه الجايه بعد. احسنتم. اذا ناخذ هذه الورقه، ما شاء الله. الفائزه ويانا في هذه الحلقه، اول شيء خلينا ناخذ توقعات. سجاد، سجاد توقع منتهى. سيد مسلم، علي الاسد يقول زينب من كربلاء. الفائزه ويانا منتهى من واسط، يعني تخمين اول مره سجاد يجيبها صح. سجاد دقيق جدا، لاول مره ما شاء الله، ولاول مره هو ضربات جزاء ما يتوقعها صح. اكيد. مبروك عليك يا منتهى من واسط، ومبروك لكل من شارك معنا، واكيد الدعاء مستمر ومتواصل تحت قبة الامام الحسين عليه السلام. نشكر كل من تواصل معنا وكل من اتصل بنا في برنامج نوافذ الولاء. ونختم يا احمد، قبل ان نختم تحياتنا للسيد رضا الحسيني اللي يتابعنا، مشتاقين لك سيدنا، هوايه مشتاقين سيد رضا، الله يحفظه ان شاء الله. ان شاء الله قريبا تنورنا وتجينا للاستوديو ان شاء الله تعالى، وتشوف الحر اللي بالشارع وبالعراق بصوره عامه. سيد يعني تابعنا من خارج العراق، وايضا تحياتنا لكل مشاهدينا من خارج العراق. اي اذا على الخير والود والمحبه، نلتقي بكم باكر ان شاء الله، ونختم مع حضراتكم حلقتنا لهذا اليوم. اذا الى ذلك الحين تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، في امان الله وحفظه. في امان الله.